معركة القادسية. مهد البطل والمجاهد والصحابي الجليل خالد بن الوليد أفضل تمهيدا لمعركة القادسية عندما أخضع أجزاء واسعة من العراق لحكم الدولة الإسلامية. ورغم أن خالد بن الوليد كان يطمح بالاستمرار في العراق ويشهد اندثار الدولة الفارسية على يد المسلمين، إلا أن الخليفة في المدينة المنورة أبو بكر الصديق وجه خالدا من العراق إلى الشام لقيادة الجيوش الإسلامية في حربهم ضد الرومان. وبعد سلسلة انتصارات في معارك كبيرة على الفرس من قبل الجيش الإسلامي، كان لابد من معركة كبيرة فاصلة، وأصبح هذا الأمر مطلباً للفرس قبل أن يكون مطلباً لدولة الخلافة. الفرس الذين انهزموا في كثير من المعارك ضد الجيش الإسلامي، ولكن وبعد أن هدأت الأحوال والاضطرابات السياسية في إمبراطورية فارس وتوحدت جبهتهم الداخلية بتولي يزدرد القيادة السياسية هناك، بات من المهم لديهم إعادة العراق التي أخذها خالد بن الوليد وجنده عنوة. في هذه الأثناء كان على رأس قيادة جند الإسلام في العراق البطل المجاهد المثنى بن حارث الشيباني، الذي قرر أن يذهب إلى المدينة المنورة بنفسه ليخبر الخليفة أبا بكر بالأوضاع السياسية التي استجدت عند الفرس، وكذلك ليضعه بصورة الأوضاع العسكرية في العراق وعن آخر تجهيزات الفرس للمعركة الكبرى الفاصلة التي باتوا يعدون لها لاسترجاع العراق من أيدي المسلمين. وصل الشيباني إلى المدينة ووجد أن مرض الموت ألم بالخليفة أبا بكر الصديق، وأن المسلمين عهدوا بأمرهم إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب، إلا أن مرض أبو بكر لم يشغله رغم شدته، فأصغى إلى المثنى بن حارثة. فلما وقف على أوضاع المنطقة وعلى أوضاع الجيش الإسلامي في العراق أرسل إلى عمر، فلما حضر عنده قال له أبا بكر: اسمع يا عمر ما أقوله لك ثم اعمل به، إني لأرجو أن أموت من يومي هذا، فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى، وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى، ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم. بعد اجتماع الفرس على يزدرد حاكما مطلقا لهم، أعلن الحاكم حالة الطوارئ والاستنفار العام في البلاد، وشرع في إعداد جيش زوده بعتاد حربي قوي ورادع، وضم إليه خيرة رجال الفرس العسكريين، وأسند قيادته إلى رستم، وذلك لرتبته العسكرية ولعبقريته في الحرب ومهارته في القتال لحرب المسلمين وطردهم من العراق والتصدي للدعوة الإسلامية. شرع رستم في إعداد خطة عسكرية لضرب الوجود الإسلامي في العراق تقوم على الاتصال بالدهاقين وأهل السواد وتشجيعهم على التمرد والعصيان، فاضطربت الأوضاع العامة في الحيرة وغيرها من المناطق التي فتحها خالد والمثنى، وذلك استجابة لدعوة رستم وتنفيذا لخطته العسكرية، فنقض أهل الذمة عهودهم وذممهم وآذوا المسلمين هناك. هناك في العاصمة السياسية للخلافة الإسلامية بالمدينة المنورة، وصل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرارات السياسية والعسكرية التي اتخذها عظيم الفرس. عندها وبعد تفكير معمق أخذ الخليفة قرارا حاسما، وهو مناجزة الفرس في موقعة فاصلة ينهي فيها الوجود العسكري والسياسي بالمطلق في العراق وإلى الأبد. فأعلن عمر بن الخطاب حالة الطوارئ في كل الجزيرة العربية، وأعلن النفير العام في كل أرجاء البلاد، وذلك لإعداد جيش إسلامي كبير. فكتب إلى أمراء البلدان ورؤساء القبائل في جزيرة العرب يأمرهم ألا يدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبوه ثم وجهتموه إليه، والعجل العجل. لبى زعماء القبائل في الجزيرة العربية طلب أمير المؤمنين،
وبدأت قوافلهم وفرسانهم تحط بالمدينة المنورة حتى ازدحمت المدينة بالجند، مما اضطر بالخليفة للخروج إلى موقع خارج المدينة يقال له ماء صرار، وعسكر هناك. واختار ابن الخطاب قائدا عسكريا فذا لهذه المهمة الصعبة، اختار لقيادة الجيش الإسلامي الأسد في براثنه، إنه سعد بن أبي وقاص. وقال له ابن الخطاب: إني قد وليتك حرب العراق، فاحفظ وصيتي، فإنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه إلا الحق، فعود نفسك ومن معك الخير، واعلم أن عتاد الحرب الصبر، فاصبر على ما أصابك، تجتمع لك خشية الله، واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين: طاعته واجتناب معاصيه. بعث سعد بن أبي وقاص بعد أن خرج على رأس الجيش إلى ملك الفرس وفدا يدعونه إلى الإسلام، وتحدث النعمان بن مقرن المزني أحد رجال الوفد إلى كسرى ودعاه إلى الإسلام بلين ولطف، وبين له فضل الإسلام ورحمته بالناس. واعتقد الملك الفارسي أن حسن أدب الوفد الإسلامي وملاطفته في المناظرة دليل على ضعف المسلمين، فتطاول عليهم وأخذ يذكرهم بحياتهم قبل الإسلام، وينعتهم بأنهم من أشقى الأمم وأقلها عددا وأضعفها شأنا وأسوأها حالا. فتصدى له المغيرة بن زرارة وقال لعظيم الفرس وهو عنده بالمدائن وداخل قصره: يا هذا، إن الله ورسوله أمرنا أن ندعو من يلوننا من الأمم إلى الإسلام، فاختر إن شئت أن تسلم فتنجي بنفسك، أو تعطي الجزية عن يد وأنت صاغر، أو السيف بيننا وبينك. تخيل العز والإباء الذي فيه المسلمون، وفد صغير يقف أمام كسرى، وكل تلك المهابة من خلفه قرون تحكم فيها فارس نصف الأرض يقولون له مثل هذا القول. رجع الوفد إلى قائدهم سعد بن أبي وقاص، وسار رستم بجيوشه الجرارة من النجف إلى أن وصل فعسكر على نهر العتيق قبالة جند الإسلام. لم تحقق المفاوضات بين المسلمين وقيادتي الفرس السياسية والعسكرية أهدافها الإسلامية في إقرار الإسلام في المنطقة، وكان لسلبية المفاوض الفارسي في المفاوضات دور رئيسي في فشلها. وعلى الرغم من فشل المفاوضات في تحقيق الأهداف الإسلامية، إلا أن رسل المسلمين نجحوا في تبليغ دعوة الإسلام إلى قادة الفرس وفي إنذارهم وإقامة الحجة عليهم بوصول الدعوة إليهم. عبر رستم بالجيش الفارسي نهر العتيق، فنزل قبالة المسلمين على شفير العتيق، فكان عسكر المسلمين والفرس بين الخندق والعتيق. لم يتمكن سعد بن أبي وقاص من قيادة المعركة في الميدان بسبب عارض ألم به وجروح في قدميه، فنزل في قصر قديس وهو قصر قديم غير حصين بين الصفين، حتى يتمكن من الإشراف بشكل مباشر على القتال ويتمكن من توجيه التعليمات للجند. كان عدد المسلمين والأبطال المجاهدين في هذه الحرب 40,000 مجاهد، وكان عدد الفرس حسب العديد من الروايات زهاء 200,000 مقاتل. واستخدم هذا الجيش الجرار أسلحة فتاكة وقوية، وهي الفيلة التي كانت ترعب الإنسان ويفزع منها الفرسان، يهرب منها الخيول والجمال. اشترك في هذه المعركة 33 فيلا يتقدمهم كبيرهم ذلك الفيل الأبيض، فهو الأقدم والأقدر على القيادة. وكان ترتيب الجيوش وقادتها على النحو التالي: المسلمون الأمير القائد العام للجيوش الإسلامية في العراق سعد بن أبي وقاص، المقدمة زهرة بن حوية التميمي، الميمنة عبد الله بن المعتم، الميسرة شرحبيل بن الصمت، الساقة عاصم بن عمرو التميمي، الجيش الفارسي أميرهم رستم، الميمنة الهرمزان ومعه 8 أفيال، ميمنة القلب الجالينوس ومعه 6 أفيال، القلب بهمن جاذوي ومعه 6 أفيال، ميسرة القلب البيرزان ومعه 6 أفيال، الميسرة مهران ومعه 7 أفيال. استعد سعد بن أبي وقاص لمنازلة الفرس ومناجزتهم في أول أيام الموقعة الكبرى الفاصلة، فكبر الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص وكبر بعده المسلمون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعد التكبيرات المزلزلة
خرجت كتيبة الفرسان المسلمين يمتطون خيولهم، وخرج أربعة من المجاهدين الصناديد وهم ربيعة بن عثمان وغالب بن عبد الله الأسدي وعمر بن معد يكرب وعاصم بن عمرو التميمي، طالبين من الفرس أن يبعثوا بصناديدهم. فخرج أحد أشد فرسان الجيش الفارسي وتقدم له ربيعة بن عثمان، ودار قتالا عنيفا وطويل امتد إلى ساعات، وكان ذلك الفارسي أول صريع في المعركة.